ما انا عايزه ارجع تاني لكره اليد، وبنتكلم طبعا على لاعبتنا المحترفه. واحد من ضمن هؤلاء اللي شفناهم النهارده بيبدع في حراسه المرمى كابتن محمد الطيار. يا محمد الف الف مبروك، الله يبارك في حضرتك. ونجم النادي الاهلي الكبير قوي يا طيار، التألق مش اختيار. ربنا يخلي حضرتك يا كابتن. ده طبعا الكابتن خالد خيري ما شاء الله عامل حاله، والحاله اللي بيخلقها المذيع ديت جايه من يعني جايه منكم، جايه من اللعيبه، من تألق اللعيبه. عندنا الطيار وعندنا هنداوي، عندنا كلكم نجوم كبار جدا جدا جدا. فيعني اولا نشكركم على المجهود العظيم اللي عملتوه النهارده، والمباراه الصعبه جدا جدا امام سلوفينيا العنيد، والوصول لدور 8. الف مبروك يا كابتن. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. الحمد لله، طبعا كان ماتش صعب جدا. طبعا الحمد لله قدرنا ان احنا نحقق اول خطوه من طموحنا، يعني ان شاء الله يعني الباقي يبقى احسن. يعني كابتن محمد، انت كنتم متوقعين التعادل؟ كنتم متوقعين ان انتوا تكسبوا بفارق؟ يعني كلمني كده على تحضيرك شخصيا للمباراه ديت، خاصه انا عارفه ان انتوا واخدينها في عين الاعتبار جامد جدا. طبعا سلوفينيا فرقه من عمالقه اوروبا، يعني حاجه طبعا جدا. الماتشات اللي زي دي، الماتشات الكبيره اللي زي دي، مستحيل ان هي تخلص في فارق، او مستحيل انها تخلص حتى في الشوط الاول، او مستحيل حتى انها تخلص في اول الشوط الثاني. الماتشات اللي زي دي الموضوع بيتحسم دايما في اخر دقائق. يعني حتى دليل النهارده الشوط الاولاني ما كانش فيه توفيق، سلوفينيا قدرت انها تقدم عليها فرق 5، واحنا قدرنا ان احنا نرجع تاني الحمد لله. صح، عملتوا ريمونتادا فرعونيه رائعه. مهمه جدا الرجوع ده، وخليني اخد من منظور تاني، والعلاقه الرائعه ما بينك وما بين هنداوي. وبنشوف دايما من خلال متابعتنا للمباريات اللي فاتت قد ايه الروح الحلوه وقد ايه التعاون ما بينكم. في فتره من الفترات انت بتنزل وبعدين بيخش هنداوي، والكاميرا بتيجي بتحيي بعض بشكل اكتر من رائع. اعتقد الروح دي يا كابتن هي يمكن عامل مهم جدا جدا ان شاء الله في تواصل الانتصارات والوصول لابعد نقطه ان شاء الله في دور الثمانيه، والوصول للمربع الذهبي باذن الله. طبعا حضرتك عندك حق، طبعا الروح دي موجوده في كل الفرقه، يعني كل المراكز. طبعا علاقتي انا بكريم دي علاقه يعني كريم الداوي هو قبل ما يبقى زميلي في الملعب هو بجد اخويا يعني الكبير. كان من وانا صغير، من ساعه ما طلعت معاه هو كان على طول بيحتضنني، وعلى طول هو اللي بيديني الثقه دي، حقيقه والله العظيم، مش عشان بتكلم يعني في برنامج او كده. وحتى الكلام ده واضح والله الحمد لله، باين في الصوره فعلا الحمد لله رب العالمين. احنا بقالنا 3 سنين، وباين في الملعب كمان طبعا. بقالنا 3 سنين منتخب مصر بيملك حراسه مرمى، مش هقول حراسه مرمى محترمه جدا بنسبه محترمه جدا. ليها دور كبير في ان انت تكسب الماتشات الكبيره، وليها دور كبير ان انت تبقى الثمانيه الكبار الحمد لله للسنه الثانيه، يعني لكاس العالم الثاني على التوالي الحمد لله رب العالمين. صحيح، ده انجاز كبير جدا جدا، وزي ما بقول لك ان شاء الله. يمكن حسبتوها برضو يا طيار احنا رايحين فين، اول تاني بتحسبوها مع الجهاز الفني؟ نفسنا نبقى اول عشان نروح نلعب فرقه اقل شويه، يعني رؤيتكم كمان ان شاء الله لدور الثمانيه. والله بص، من اول ما طلعنا واحنا واخدين، يعني من اول ما طلعنا او من اول البطوله احنا واخدين الموضوع ستيب باي ستيب، مش بنبص احنا بكره هنعمل ايه. او كل ماتشات في الملعب، كل ماتشات وليها ظروفها وليها اجواءها. صحيح. الله اعلم طبعا. كان يعني طبعا يعني كل ماتش احنا بناخده بماتش، يعني الحمد لله النهارده مكسب. عندنا يومين نقدر نحضر فيهم لدور الثمانيه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ما تقفلش يا كابتن طاهر، احنا معانا دلوقتي على تليفون كابتن مجدي ابو المجد ومدرب عام المنتخب طبعا منتخب مصر. الف الف مبروك يا كابتن، وتقول لنا ايه النهارده عن الفرحه دي والفوز المستحق ده لمنتخبنا الوطني. عايز اقول والله ان الفريق يستاهل والله يكون جوه المربع ان شاء الله، ويمكن النهارده هو في الثمانيه، ودي نتيجه عادله ان هو حققها قبل كده. ودايما الصعود بيبقى صعب والحفاظ اصعب. صح. بامانه كابتن كنت متوقعها النهارده؟ متوقعها ان ابنائنا هيفعلوها يعني النهارده؟ بصراحه انا كنت متوقعها جدا، وكان ليا حديث الصبح عن المباراه، وفعلا اكدت ان هم هيصعدوا. الولاد عندهم روح من اول البطوله، من اول مباراه في البطوله عندهم اصرار ان هم يكونوا غير اي بطوله.
عندهم اصرار ان هم يوصلوا بعيد قوي 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 قوي. الامكانيات النهارده بتاعت الفريق مختلفه عن قبل كده، صح. في لعيبه باشكال مختلفه وانماط مختلفه، عندنا الخبرات وعندنا السرعات، عندنا المهارات، عندنا الاجسام، عندنا المحترفين، فحاجه تساعد المنتخب تلعب في ارض بلدك. دي حاجه ثانيه خالص يعني. الروح النهارده رغم عدم وجود الجماهير، لكن وجودك في ارضك واشاره السوشيال ميديا والناس كلها بتدي دفعه غير طبيعيه للمنتخب زياده عن طموحه وامكانياته ورغبته. صح. وكمان لما يكون عندنا كمان كابتن منتخب زي ما حضرتك دايما بتقولوا ومدربين والخبراء في كره اليد، ان حارس المرمى هو 50% من قوه الفريق. ما شاء الله معانا الطيار وهنداوي، الطيار معانا على كمان على الخط، احنا مطمنين بالحراسة المرمى، التالق الواضح من الاثنين بصراحه خلال المباريات اللي فاتت كمان بيطمننا باذن الله نكون في المربع الذهبي باذن الله. يا رب. المباراه القريبه ديت بيبقى هو الفيصل فيها حارس المرمى في كوره او اثنين. صحيح. فاحنا معانا فعلا حراسه وعندنا دفاع قوي وعندنا مهارات هجوميه، عندنا كل حاجه تؤهلنا لده، فاحنا مش طمعانين غير في حقنا. طبعا الحمد أكيد. لله أكيد. هنداوي مبروك يا هنداوي. لا يا هنداوي ما تقفلش يا هنداوي. كابتن مجدي طبعا كمان بنشكر حضرتك على الدور الرائع اللي بتقوم بيه، كمان احنا عارفين المدير الفني الاسباني على اعلى مستوى، لكن علاقه التواصل ما بينك وما بين المدير الفني ونقل المعلومه، انا عارف طبعا كل لاعبتنا على مستوى ثقافي عالي وبيفهموا انجليزي، لكن كمان بس الروح المدرب الاجنبي ما بيقدرش يوصلها بشكل كبير. انت يعني طبعا تجربتك في الاحتراف فهمت حاجات معينه جدا، فعلا دي حقيقي. احنا يعني هي كلها مساعدات، انت صحيح. كاعلام بتساعدني وانا كمدرب بساعد الفريق والمدرب ذات نفسه الخواجه ليه شغله طبعا. انا بكمله وانت بتكملني، المهم احنا في النهايه عايزين نوصل الفريق في مكانته الطبيعيه. وان شاء الله مكانته طبيعيه باذن الله. احنا ان شاء الله دعواتكم 2001 وصلنا للمركز رابع، فان شاء الله باذن الله في مصر ان شاء الله عندنا طموحات، لكن نلعبوا بدون ضغوط. يعني انتوا لما بتلعبوا من غير ضغوط ما شاء الله المستويات ده حقيقي. والماتش الجاي ان شاء الله كل الضغوط دي ان شاء الله اترفعت، لان خلاص هو كان نفسه يدخل او يحقق النتيجه الاخيره ليه، هو حققها، هو دلوقتي عايز يحقق بقى هدف جديد ان شاء الله وعنده كل الامكانيات زي ما قلنا. احنا بنشكرك جدا. شكرا جدا يا كابتن مجدي، بنقول لك الف الف مبروك، تستحقوها فعلا. احنا لسه معانا الطيار على التليفون. كابتن طيار، تحب تقول ايه للجماهير اللي كانت صحيح مش معاكم في يعني في الملعب، بس كانت طبعا انتوا عارفين ومتاكدين ان احنا كلنا ال 100 مليون كانوا بيتابعوا المباراه ديت، تقول لهم ايه وتوعدهم بايه يا كابتن؟ طبعا الاول عايز اقول لهم اشكرهم على الدعم وصل لكم وحاسين بيه، حاسين بيه جدا والدعم وصل لنا جدا. وعايز اقول لهم خليكم ورانا، عندنا حلم نحققه ان شاء الله. اوعدهم بايه؟ اوعدهم ان اللعيبه هتقعد وتبذل اقصى جهد عندها عشان تبقى عند حسن ظن الناس يعني. يا رب ربنا يكرم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله بالتوفيق. ومن هنا من البيت الكبير من قناه النادي الاهلي، يا ريت توصل لنا التحيه والدعم والسبورت، وكمان بنقول لكل عضو في الفريق الف الف مبروك، وان شاء الله احنا سبورت ليكم ووراكم، وباذن الله ان شاء الله يعني تحققوا يعني ان شاء الله على مستوى معجزه ان احنا نوصل كمان للدور النهائي، المباراه النهائيه. احنا كلنا كل الثقه فيكم، كل الثقه في لعيبتنا وجهازنا الفني. شكرا جزيلا للطيار. شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا ليك يا طيار.